ونحن لا نسمح لأي مؤسسة خارجية إن هي تتدخل في أي سياسة داخلية لينا. والتنظيم الذاتي للإعلام هو تنظيم مصري صرف 100%. نحن فقط نتعرف على تجارب العالم، يعني البي بي سي عملت إزاي هذه المؤسسة العريقة وهذا الاسم اللي فيه استقلالية، الدوتش فيلا في ألمانيا عملت إزاي برضو هذه التجربة، فرنسا لما تعمل تي في سانك وفرنسا 24 دي قنوات تابعة للدولة الفرنسية كيف تم صياغتها. المسائل الثانية البرازيل والتشيكوسلوفاكيا ودول ورومانيا ازاي عملوا التحول الديمقراطي، تحول من نظام سلطوي شمولي الى نظام ديمقراطي. نحن في حاجة الى التعرف على تجارب العالم ثم صناعة تجربة مصرية، يعني احنا لسنا مع التجربة الدنماركية ولا التجربة الفلانية ولا لا، احنا مع التجربة المصرية. بس كلام الدكتور كلاف يا فندم قال غير عكس كلام حضرتك، قال ان احنا بنعمل الكلام ده بالتعاون مع مصر عشان نشوف ان ما نقعش في نفس الاخطاء اللي كنا بنقع فيها كسياسة المانية، اذا هو جاي ينفذ اجندة خاصة به هو عشان ما يقعش فيها. احنا دورنا ايه كمصر؟ هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، وهذا المنطق اللي حضرتك طرحت بيه السؤال مرفوض جملة وتفصيلا لانه لا يعني ذلك اطلاقا. وارجو ان الاثارة الصحفية لا تصل الى تحوير الكلام وتحوير كلام الراجل انه لم يقل هذا اطلاقا. هو يعرف المسافة جيدا، هذا المؤتمر نظمه اتحاد الاذاعه والتلفزيون كل ضيوفه بكل الجلسات بكل تفاصيله، فقط نحن هنا لكي نتعاون على مستوى طرح التجارب العالمية وليس التجربة الألمانية فقط. كل تجارب التجربة الأمريكان بيعملوا إيه، الفرنسويين، الدول شرق أوروبا لما تحررت وحصل لها تحول من الشيوعية إلى الليبرالية، طبعا نحن منفتحين على تجارب العالم. طبعا احنا في مرحلة انتقالية، بيقولك عندما نفتح الشباك لتجديد هواء الغرفة لابد أن يدخل بعض الذباب، فده الفوضى دي ممكن تحصل، وده ماو تسي تونج اللي قاله في الصين. فلما نفتح الشباك عشان نجدد الهواء يبقى فيه حرية، هواء الحرية، يبقى فيه بعض الذباب، ممكن نجيب مضرب دبان ونضرب الذباب. ازاي بقى؟ بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ان هو يبقى فيه قواعد وعقوبات، بس عقوبات غير سالبة للحرية. يعني لما حد يغلط في الاعلاميين انا ما ودوش السجن، لا انا حاسبه ان هو ايه، يعني اعمله لفت نظر، اسحب الترخيص بتاعه، حاجات من هذا النوع. لا اطلاقا، بالعكس احنا معانا الامين العام لاتحاد الاذاعه والتلفزيون نيابة عن رئيس الاتحاد، واحنا مشاركين في اجتماعات كثيرة جدا. امبارح كنا مع المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس ومجموعة كبيرة من الاعلاميين في الاعلام المستقل، و متواصلين احنا كاتحاد الاذاعه والتلفزيون وكمسبيرو مع كل الوان الطيف الاعلامي في مصر، عشان كلنا في النهايه كلنا اسره واحده، احنا عاوزين الاعلام كله يرتقي بينا جميعا.